وہ تشریف لائیں اور قرآن کریم کی تلاوت سے اس محفل کا آغاز کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا۔ لا جزاء من ربك عطاء حسابا۔ رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا۔ يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن۔ صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا۔ ذلك
بہت خوبصورت انداز میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے عزیزم قاری محمد کعب سلمہ جو صاحبزادے ہیں حضرت قاری نواب الدین صاحب دامت برکاتہم کے،